يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده او حلقه جديده ايه ضيفنا في هذه الفقره الكابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد. خلاص دماغي راحت. منور يا كابتن امير، شرف ومنور. ربنا يخليك، دايما ببقى سعيد لما بكون معاك. نتكلم من القلب. نتكلم في الصح. النهارده عايزين القلب وعايزين الصح. انا النهارده بادئ الحلقه بفكره انه، وكنت بتكلم مع ضيوفي على التليفون، فكره انه احنا عايزين ايه من المدرب اللي جاي، او بلاش احنا عايزين منه ايه، احنا هنجيبه على اساس ايه؟ يعني ايه معاييرنا، او ايه المعايير اللي المفروض نحطها للمدرب اللي جاي نساعد بيها اتحاد الكوره؟ اتحاد الكوره طبعا هو المنوط والمسؤول عن هذا الامر، بس لو عندنا معايير نقول اتحاد الكوره امشي عليها، وهات بقى مدير فني اجنبي محلي اسباني برتغالي ارجنتيني امريكي مصري، هات اللي انت عايزه بس يبقى في معايير. بص يا كريم، هو سؤالك طبعا مهم جدا. كل حاجه احنا جبنا، كل حاجه احنا جبنا، امريكا الجنوبيه وجبنا من المكسيك وجبنا المحلي، مش عايز اقول محلي ومش عايز اقول، جبنا الاوروبي. القصه في ان احنا كريم عايزين هنعمل ايه. لازم نبني صح. انت عشان تعمل بيت كويس لازم تبنيه على اساس مظبوط. مظبوط صح ولا لا؟ مظبوط. قبل ما قبل ما توضبه وتفكر في الديكور صح ولا لا؟ الاول ابني كويس. بالظبط. انت عندك النهارده البنى مش في الكروش هيمشي ولا مش هيمشي، هيكمل ولا مش هيكمل. طيب اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه تستاهل ولا ما تستاهلش؟ احنا لحد في لما جينا نلعب بينالتي كان الجيل ده جميل جدا. ايوه. والجيل ده كويس قوي. لا، ولو كنا كسبنا بقى اعظم جيل في التاريخ عشان نوصل لكاس العالم مرتين متتاليه. لكن انت خلي بالك، في الاول وفي الاخر احنا كلنا زعلانين يا كريم. طبعا. كلنا متضايقين. كلنا ما نمناش. كلنا يعني كل واحد متضايق، كان نفسنا نفرح. منتخب بلادنا هنشوف كاس العالم. بالظبط. وقلنا الجيل ده جيل كويس، يعني جيل يستاهل نلعب كاس العالم. وكاس العالم ما بيجيلكش كل ويك اند. ممكن اقطع حضرتك معلش في جمله بس عشان نسيت اقولها النهارده. في ناس لما نيجي نتكلم مثلا عن الحلول او الحاجات، وما نغضبش بقى ونزعق في فلان ونشتم في فلان والكلام ده كله، يقول لك ما انتوا عشان مستفيدين. طيب، اولا منتخب مصر لما بيخسر كلنا خسرانين، يعني منتخب مصر مش في كاس العالم كلنا خسرانين، اعلام خسران، محللين خسرانين، جماهير خسرانه، بياع الاعلام في الشارع خسران، كل الناس بتخسر، واضعف الايمان بنخسر ان احنا نشوف منتخب مصر في كاس العالم. فكده كده كلنا خسرانين، يعني محدش هيبقى مبسوط ولا عنده اي مصلحه ما ان منتخب مصر خسر. ده لو بني ادم بيحب بلده وعاقل وطبيعي. تمام. انا اسف للقطع. هي قصه في ايه يا كريم؟ احنا النهارده خلي بالك برضو، انت بتتكلم في ماتشين، هو انت بتلعب فريق واحد بس، السنغال، واحد في تصفيات كاس العالم او ماتش حاسم في كاس العالم، وماتش في نهائي افريقيا. صحيح. تتكلم في ان انت يعني الماتشين يعتبر كنتيجه واحده، انت خسرت، انت اتعادلت وخسرت بضربات جزاء. وبعدين الماتش الثاني انت كسبان 1-0، وبعدين كسبوك 1-0، وده طبيعي انك انت هيهاجموك واللي هو انت متعادل. صح. وبعدين في نفس الوقت خرجت ضربات الجزاء. اللي انا عايز اقوله ان انت النهارده لو احنا كنا كسبنا كانت الناس كلها هتبقى مبسوطه، ما كانش حد يقعد يتكلم، وكيروش احسن لاعب. يعني كيروش لما جه لعب اول ماتش او ماتشين في التصفيات قالوا بس بنت شخصيه المنتخب والاخر والدنيا كويسه قوي. لا، خد البطوله العربيه شباب، ده لسه احنا رايحين بقى في البطوله العربيه. كان رايح البطوله العربيه طلع شباب في وقت قليل وبنى، يعني عمل لك 3 4 5 لعيبه برضو اكتشاف جديد. ما كانش هتلاقي محمد عبد المنعم ده بيلعب في كاس العالم، ولا عمر كمال عبد الواحد، ولا هتلاقي عمر كمال عبد الواحد، ولا هيبص اصلا ان انا اخد حد من بره اهلي زمالك او عدد بين اهلي وزمالك. مروان داوود خد، مروان داوود احمد ياسين من البنك الاهلي، ولا يعرف بقى سيناريو ان ده كان في الزمالك والنادي فلان الفلاني مشاه وبعد كده راح اعاره، اكتشفوا مش عارف كابتن مين، ومالوش دعوه بالكلام ده، هو شايف. صح. لكن هنا الشخصيه بنت ان هو طلع 4-5 جيل جديد، وده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه يا كريم. ان النهارده مدرب السنغال اللي احنا بنتكلم عليه وفريق السنغال والى اخره، الراجل ده بقاله 6-7 سنين مع الناس دي. 2015 سبع سنين مع الجيل ده وحصل لهم دروبات وراحوا وصلوا نهائي كاس افريقيا في مصر هنا وخسروا من الجزائر. صح. ما حدش ولا قالك مشي ولا طلع اتكلموا عليه، ولا كان في انتماءات هناك في السنغال تقول لك ازاي فلان الفلاني بتاع النادي ده ما لعبش وده، وتلاقي ناس كلها بتتكلم في حاجات غريبه جدا. صح. مدرب المغرب خليوزيتش، كريم زياش، راجل من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي. كريم زياش حقق ماشي. في نفس الوقت دخل في حته ان هو الناس كلها كانت بتحاربه، ازاي يبقى مش موجود والكلام ده كله.
وبعدين اخفق في كاس افريقيا فالناس ما فيش بقى كلام وهري ولازم يمشي واول اخره صح. فضل مكمل النهارده بيلعب فين وصل فين كاس العالم بس هو ده انت عشان تمشي صح في هدفك اللي انت عاوزه هيحصل دروبات انت في الدروبات دي هتساعد ان احنا نقع خالص ولا هنقوم تاني صح. طيب انت النهارده واحد زي مستر كيروش مطلع لك ناس للمستقبل في نفس الوقت انا مش بدافع عنه انت دلوقتي بتقول مثلا قراءه في مشوار كارلوس كيروش اللي هو 6 شهور بالزبط. بس مع منتخب مصر انت دلوقتي بتقول هو راجل عمل ايه في الست شهور وممكن توصل برضو انه كان عنده سلبيات يعني هو وارد زي اي مدير فني في العالم عنده ايجابيات وسلبيات دلوقتي بتتكلم على الايجابيات طب هنتكلم حتى في السلبيات اللي احنا كنا بننتقد فيها الراجل ان ازاي فلان الفلاني ما لعبش كذا وازاي فلان الفلاني كذا وانت ما بتلعبش ليه ب 10 والعالم كله قال صح ولا لا الراجل بعد كده سمع وبهدوء لما خد نفس وبقى هادي بخبراته وبذكائه ابتدى يلعب على الاقل بنفس سيستم شويه غير بعض الحاجات الاعلام هدي شويه وصلنا للنهائي بقى هو احسن مدرب في الدنيا بعد كده النهارده بنفكر هو هيمشي ولا مش هيمشي احنا لازم يا جماعه مفيش تخبطات كده لازم وبعدين خلي بالك احنا في كاس افريقيا في ناس طلعت اتكلمت قالت مثلا هقول مثل صغير في حراسه المرمى لا ده لازم ابو جبل هو اللي يلعب والناس تانية لا ده لازم الشناوي هو اللي يلعب مفيش حاجه اسمها كده النهارده بعد كاس العالم بعد الاخفاقات الاخفاق اللي حصل امبارح الناس طلعت قالت لا ده الشناوي مثلا ما عملش حاجه ده بيتعامل مع الكور في متناول اللي هو الحاجات اللي جات له رايك ايه لا رايك ايه دي الاول بس انا بكلم حارس المرمى رايك ايه في محمد الشناوي امبارح لا تعليق يعني انت بتتكلم في واحد كان من اهم اللعيبه امبارح صح ولو مش شناوي فايق كنا خسرنا 3-4 كان هيبقى الكلام عامل ازاي بقى يعني انت النهارده اتعادلت او خسرت 1-0 يعتبر تعادل وفي نفس الوقت خرجت بضربات الجزاء ضربات الجزاء دي ما ينفعش نحكم على لعيب معين ان هو لعيب جامد او مش لعيب جامد ما ينفعش احنا في كاس الامم الافريقيه في ماتش كوت ديفوار او الكاميرون تمام عبد المنعم شاط من احسن الناس ضيع في النهائي فلما شاط يا ولد بقت الدنيا كويسه جدا لما ضيع لا ما ينفعش يشوط ما ينفعش ليه اصلا شوط او كده في نقطه ثانيه طب المره اللي فاتت في كاس الامم الافريقيه قلنا هو ليه يا جماعه سيبين محمد صلاح في اخر يعني ليه الخامس ما يخش طب يا جماعه طب ما هو زيزو مش عارف ايه احنا بدأ طب يا جماعه بدأنا بالناس اللي انتوا عاوزينها او الناس الصح اللي هو عندهم خبرات يفتحوا الطريق افضل اثنين عندك بيشوط ضربات يفتحوا لك الطريق يدوك ثقه للي داخل صح. ده كان فكر الراجل وفكر الجهاز الفني فانت في الاول وفي الاخر كان في توفيق وعدم توفيق صح. فاحنا اللي انا عايز اقوله يا كريم ان احنا اول حاجه كل الناس لازم تبني على اللي فات وللمستقبل كمان ايوه ماشي. تبني على اللي فات على اللي فات يعني حتى لو كارلوس كيروش ما كملش مش لازم يتهد اللي عمله ونبني من اول لما نكمل نكمل يا كريم بس ما لازم الناس تساعد كيروش ولازم كيروش يبقى برضه ما يمشيش عكس التيارات ويبقى الفكر ووعي وكل حاجه وليه اختيارات وهنساعده طيب الناس اللي هي برضو بعض الناس اعلاميا لازم يساعدوا الجماهير ما ينفعش النهارده تنتقد يعني الناس كلها النهارده بتتكلم على محمد صلاح ان هو ضيع المنتخب ما وصلش المنتخب بقى. رايك ايه رايي ازاي يا جماعه محمد صلاح راجل لعيب مهم جدا المفروض اصلا بعيد عن ان احنا مثلا عندنا معسكر مع المنتخب محمد صلاح ده نبقى فخورين بيه لما بنشوفه في اوروبا واحسن لاعب في العالم هو والاخر لا ما بيقول لك انه هو محمد صلاح في اوروبا بيلعب كويس قوي بس مع منتخب مصر لا مفيش حاجه اسمها كده هو ده ساديو ماني بتاع المنتخب هو بتاع ليفربول هو ده ميسي في الارجنتين هو معلش بس ده مش الرد النموذجي اللي انا كنت مستنيه محمد صلاح مع منتخب مصر هو اهم لاعب مع منتخب مصر اخر 5-6 سنين طبعا. اصلا بحكم الارقام يعني تصفيات كاس العالم اللي هي اللي فاتت اللي احنا وصلنا فيها كاس العالم دي من اصل 8 اهداف لمنتخب مصر هو كان مساهم في 7 تسجيل وصناعه يعني هو ده غير طبعا هو شاط ضربه الجزاء اللي هي اصلا ضربه كاس العالم يعني في تفاصيل يعني غير بعد كده بقى انه ودي نقطه فنيه ممكن تاكدها لي او تنفيها ان وجود محمد صلاح اصلا في الملعب في اي مباراه حتى لو ما لعبش كويس هو بيخوف الخصم يعني لو السنغال ما فيش محمد صلاح بكره امبارح في التشكيله تفتكر يعني كانوا هيعملوا ايه ال90 دقيقه كانوا هيبقوا عند الجون بتاعنا مش هقول لك انه يسجل بس ال90 خلاص ما هو مش قلقان بقى من قدام مع كامل الاحترام لباقي اللاعبين بس فكره محمد صلاح اصلا ده بيديك يعني تقل كبير جدا كل المدربين يتكلموا هنمسك محمد المنافسين هنمسك محمد صلاح ازاي هيتعامل مع محمد صلاح ازاي ما بيتكلم مع كامل الاحترام لكل اللعيبه اللي في منتخب بس انت معاك نجم زي ما كنا بنتكلم عصام ولقيته ودروجبا وخلافه يعني صح. ده نجم المنتخب صح بتتكلم في حاجه مهمه جدا كلمه كنت لسه هكمل بقى الاجابه فضل. ان محمد صلاح ارقامه كلها زي الفل مع منتخب مصر راجل بيضحي عشان منتخب مصر
راجل ما بيبخلش باي مجهود مع منتخب مصر. في نفس الوقت اتسالت قبل كده قلت محمد صلاح وجوده في معسكر يعني وجوده مهم جدا. لما كنا انا في اوضه اللبس انا مقتنع باي حاجه محمد صلاح هيعملها او هيقولها، وانا في الملعب انا هبقى مقتنع باي تعليمات من محمد صلاح انه يعملها. يعني واحد اصلا هو قدوه بالنسبه للعيبه كلها ونموذج. في نفس الوقت انا عندي ثقه في واحد لو قال لي انت ما بتعرفش تلعب يبقى انا فعلا ما بعرفش العب. لو انا لعيب مميز ولعيب مهم يبقى انا لعيب مهم، لان خلاص هو في مكانه تانية خالص. فالناس امبارح شايلت له الماتش او الكلام ده كله عشان هو بينالتي ضيعه، بين محمد صلاح ما بيضيعش بينالتي اصلا. ده زيزو اكتر من محمد صلاح. وزيزو اللي هو المفروض احسن لاعب بيشوط ضربات جزاء في مصر وفي المنتخب وهو الاخر. لا وفي القاره بالمناسبه يعني بالزبط. بدون مبالغه يعني بالزبط. زيزو افضل لاعب يشوط ضربات جزاء في القاره يعني سبحان الله. زيزو نسبه يعني النسبه بتاعته في تسديدات ضربات جزاء 99.9% والواحده اللي ضيعها امبارح. انا متهيألي هم ما بيضيعش اصلا. انا بقول لك 9.1% دي تقريبا هي الكره بتاعت امبارح. وزود معاه بقى في التمرين ما بيضيعش في التمرين بالظبط يعني فاهم. فاللي انا عايز اقوله خلاص هو هي قفلت وكان في عدم توفيق. ممكن يكون في اسباب تخلي مثلا في عدم توفيق بس مش هنمشي على الحته دي. خلينا عمليين بقى اكتر. ايوه خلاص ما نقدرش نمسك في اشخاص. لا عايز نبقى عمليين شويه. النهارده العالم كله بيبص في الصحافه المصريه كيروش مكمل ولا مش مكمل. طب واتحاد الكوره مستني بيرمي للجمهور او الاعلام ان النهارده يا جماعه ايه رايكم نكمل بيه ولا ما نكملش، وهم يعني قلقانين شويه. لا انا عايز اقعد بقى النهارده واجيب المسؤولين ونتكلم ونحط بلان. نحط الراجل هنقول يا سيدي ان هو طلع لك 4-5-6 للمستقبل خلاص. زي ما من فتره كبيره جدا 10 سنين كان قال لك مستقبل المنتخب مصر في محمد صلاح والنني وحجازي والناس اللي هي طالعه في الجيل ده وعمر جابر ومحمد ابراهيم. الجيل ده كان في يوم من الايام برده 5-6 مهمين هيبقوا مستقبل. هم دلوقتي بقوا من الخبره اللي موجودين. فاحنا دلوقتي طلعنا 5-6 كمان كويسين فلازم نبني على ده ونشوف نحط بلان بقى. الدوري مشاكله ايه؟ الدوري مشاكله ايه؟ طيب الراجل بتاع المنتخب ده اللي هو المسؤول ايا كان هو مين لازم يبقى فيه مساحه معسكرات تبقى موجوده ماتشات وديه تبقى موجوده يختار بشكل كويس تمام. النهارده الانديه لازم تساعد، الجمهور لازم يساعد، الاعلام لازم يساعد ونبني على الكلام ده. لان انت عشان خلي بالك احنا منتخب كويس وكل حاجه لكن ما فيش خطه تخليك ان انت بعد فتره كاس امم افريقيا يبقى انت بتنافس عليه تخش بقى تاخد كاس امم افريقيا. اي مناسبه لكاس العالم يبقى انا لازم ابقى اكون متواجد في كاس العالم. على فكره تمام النهارده اتكلمت في فكره ايه ان احنا 2006 2008 2010 كل شويه نضرب بالجيل ده المثل بس قبل الجيل ده وبعد الجيل ده ما كانش عندنا جيل بالثبات وبالموهبه والتجميع دي العظيمه لوقتها بالظبط. امتى بقى يبقى عندنا؟ على فكره انت ممكن يبقى عندك جيل عظيم جدا وما تكسبش بطوله. يعني مش شرط برضو انه لازم تكسب يعني ادام بقى عندك جيل عظيم تكسب بس هديك بتحاول بدل ما تدوس بنزين على اخر كل مباراه. لا وانت داخل الماتش افريقيا انت زيك زي السنغال انت راس براس هتلاعبهم كوره وهتهاجمهم وهتدافع وبتاع. لكن نبني بقى على الجيل اللي موجود دلوقتي اللي فيه عناصر كويسه نبني عليه ونشتغل يبقى عندنا جيل محترم. صح يا كريم. انت فاكر من احسن فترات المنتخب جيل كابتن حسن شحاته اللي طبعا. موجودين صح؟ طبعا. كام بطوله؟ يعني تتكلم 3 بطولات خدناهم طبعا. بين البطوله وبطوله سنتين واربع سنين من 2006 ل 2010 تمام. قد ايه كابتن حسن شحاته ما اتغيرش حد من الجهاز. اللعيبه موجوده وبيغير وبيجيب ويودي ويجيب من 2005 ل 2010 معسكرات بتسافر بره معسكرات بتعمل ماتشات وديه هنا موجود بيتفرج بشكل كويس. احنا ايه احسن بطوله لعبناها في الثلاثه دول لو تفتكر 2006 2008 2010 احسن بطوله لعبنا فيها كوره كانت 2008 احسن بطوله لعبنا فيها كوره. لعبنا فيها كوره بس عارف كان الكابتن حسن شحاته بقى له قد ايه مع المنتخب؟ 3 سنين. تفتكر بقى لو كنا خسرنا 2006 كان الكابتن حسن شحاته كمل؟ لا ما كانش هيكمل. بالظبط. مش هيبقى فيه الاداء اللي حصل في 2008 فكره الاستمراريه. وخلي بالك انت بتتكلم برضه في جيل ما كانش فيه عندنا كميه الناس المحترفه بره. انت كان ساعتها بالنسبه لنا كان حاجه كبيره جدا طبعا. ميدو في توتنهام بالظبط بروس دورتموند زيدان صح حسام غالي في توتنهام يعني وحتى حسام ما كانش بيشارك ما كانش بيشارك مع المنتخب صح؟ كتير صح يعني بتتكلم وكابتن احمد حسن في تركيا بس الباقي كله اهلي زمالك حرس حدود احمد عيد هتلاقي لعيبه واحد عمر جمال الاسماعيلي عمر اتذكر يعني يعني فاهم. لكن هو الكابتن كان عنده مساحه كبيره جدا كابتن حسن شحاته عنده معسكرات
عنده مساحة كويسة، الدوري كان منتظم، في خطة كانت موجودة قعد الفترة دي كلها عشان نوصل للجيل اللي احنا على في مدى التاريخ هنتكلم عن الجيل كابتن عادل شحاتة والجيل كان موجود والبطولات اللي احنا خدناها. لا احنا عندنا برضو لعيبة كويسة جدا وعندنا لعيبة تقدر تعمل ده، لازم يكون في استقرار. انا مش عايز اللعيبه دي وهي بتلعب يا كريم تبقى قلقانه حتى لو هو بيلعب فين، عليه ضغوطات كبيره جدا انت طبعا. وده اللي فرق معانا في كاس الامم الافريقيه، كان في نقد غير طبيعي، كل اللعيبه اللي كان بيلعب في احسن نادي في العالم زي اللي بيلعب في يعني في نادي محلي في مصر كان كل الضغوطات واحده. صح. عشان كده بدانا وحش نيجيريا طبعا في اسباب اسباب كانت موجوده فنيه وتكتيكيه من بالظبط، برافو عليك، التكتيك الخطه الناس بتلعب في غير اماكنها فكله اتظلم، فلقينا كان في تخبطات فلازم نبني. هروح لفاصل وبعد من الفاصل هسالك على لو انت هتحط معايير واضحه، يعني انت مثلا دلوقتي قاعد في اتحاد الكوره ويقول لك ايه المعايير يا كابتن امير اللي انت عايزها عشان نختار بيها المدير الفني القادم لاتحاد الكوره، اسمع اجابتك ولكن نروح لفاصل وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يا رب حضراتكم مرة أخرى، لسه مشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد. طيب سألتك قبل الفاصل إيه المعايير اللي ممكن نحطها وإحنا جايين نختار مدير فني المنتخب المصري، سواء هنجيب مدير فني جديد أو هنبقي على كروش، يعني المعايير اللي هتبقي على كروش والمعايير اللي ممكن نجيب بيها مدير فني جديد. عندنا بتكلم في المشكلة مش في مين المدير الفني يا كريم، إحنا زي ما قلت إحنا لازم الدنيا كلها يبقى فيه نظام كويس جدا، سواء اللي موجود أو اللي هيجي يختار كويس جدا. وفي خلي بالك في الأول وفي الآخر هو في عمود اساسي في المنتخب مش عارف يغير فيه، لعيبه مهمه جدا موجوده. طيب انا هسالك السؤال بشكل اوضح، لو انت جاي مدير فني جديد دلوقتي تمضي معايا على بطوله، يعني تقول له مثلا انت لو كسبت كاس الامم الافريقيه كمل معايا، لو مش ما كسبتش كاس الامم الافريقيه تمشي، ولا تمضي معاه بالسنه بالسنتين بالثلاثه؟ ما هو انت عايز ايه يا كريم؟ انا عايز اعمل ايه؟ انا جايبه عشان وصلنا كاس العالم، هتتحط عليه ضغط لو ما كاس العالم هتلاقيه متلخبط وهتلاقيه مش عارف يحط. لا وارد ما هو ده، انا دايما بقول احنا مش بنلعب يا جماعه يعني تيشرتات، احنا بنلعب لعيبه حقيقيه، يعني بالزبط. الفرقه اللي قدامك ديت بيبقى عندهم نفس الطموح و50 50، فانت ممكن تصعد ممكن لا، هي الفكره انت هتلعب وحش ولا مش هتلعب وحش، انت بتادي كويس ولا ما بتاديش كويس، هي دي الفكره. طب انت دلوقتي كانت مشكله الناس برضو ان انت كيروش في العقد بتاعه لو ما راحش كاس الامم الافريقيه مش عارف هيحصل ايه، طب لو ما راحش كاس العالم خلي الراجل اول حاجه يطلع في المؤتمر الصحفي انا النهارده يا جماعه موت انت عشان ان انا ماضي عقد مع كاس العالم ان انا ما اروحش كاس العالم. صح. تمام. طب ان انا في رغي كتير ليه في ان هيكمل او مش هيكمل، هي المشكله مش مين اللي طب خلوا الراجل مكمل، اديله بقى مساحه الدوري يبقى مظبوط منتظم. خطه دلوقتي انت ما عندكش حاجه، انت تبني بقى على اللي جاي ايه؟ كاس امم افريقيه. صح. لازم نستعد لكاس امم افريقيه كويسه، ماتشات وديه كتير، معسكرات مش واحد يوم او يومين، لازم تدي مساحه شويه. انا معاك ان لعيبه اوروبا بيجوا قبلها 48 ساعه 3 ايام، لا لو عندي مساحه ان انا عندي وقت اكبر واجرب اللعيبه واشوف ناس اكتر واضم ناس جديده لازم اعمل ده. صحيح. لازم اتحاد الكوره يساعد ده، يقف كده الناس مسؤوله موجوده تكون ايه يا جماعه هنعمل ايه اللي جاي؟ انا هدفي كاس الامم الافريقيه ولا هدفي ابني جيل عشان اي بطوله بعد كده ابقى داخل يعني هبقى اسم موجود مرشح ان انا اخد البطوله، مرشح ان انا اروح كاس العالم وهكذا. لازم في سيستم موجود. لازم ندي مساحه كويسه، لازم مفيش انتماءات مثلا. صح. لازم يبقى اعلاميا في ظهر الجهاز الفني اللي موجود. لازم نتكلم كويس على الناس، ما ينفعش النهارده يبقى يكون منتخب مصر بيلعب وتلاقي الناس بتتكلم في انتماءات لنادي معين او لعيب معين، يعني تلاقي ناس النهارده بتتكلم في حد بيشجع نادي معين هيبقى مايل للحته دي شويه ان عايز لعيب معين من ناحيه النادي اللي هو بينتمي ليه يلعب. وهكذا نفس القصه الناحيه الثانيه، طب الجول دوت هل هيلعب ولا الثانيه؟ يعني احنا بعد كاس الامم الافريقيه يا كريم الاثنين متالقين وده حاجه كويسه لمنتخب مصر، الشناوي وابو جبل. الشناوي وابو جبل النهارده كان الناس قلقانه لو ابو جبل الشناوي حصل حاجه، طلع ان ابو جبل حارس كبير ادى بشكل كويس، فبقت القصه من تاني يوم يعني بتتفرج على الناس اللي هم انتماءات معانا يقول لك خناقه لا انا عايز ابو جبل اللي يلعب بس انا شايف من وجهه نظري يا جماعه لا منتخب مصر اولا منتخب مصر ثانيا في بين الفتره والفتره وقت الوقت ده هيحصل فيه دروبات حاله اللاعب وفي حاجات كثيره جدا لازم يا جماعه ما نستعجلش احنا مع المنتخب خلاص بقى كله يساند حتى لو في اخفاقات لسان التاني مش اخفاقات تروح دايسين ونبوظ الدنيا وننتقد واو الاخر والدنيا تبوظ تلاقي بقى في كلام كتير وهري كتير لكن انا شايف الاساس اتحاد الكوره صح اتحاد الكوره يجي يشوف مين اللي هيكون موجود سواء راجل مكمل او يجيب ناس تانية طب
ايه اللي هيحصل، ايه الخطه اللي هتيجي بعد كده، ايه الخطه اللي هتتبني على اللي جاي. انا دلوقتي ما تجيش تقول لي انا عندي 10 اسماء هختار بينهم وخلاص، لا قول لي الاسماء دي انت حاططها ليه اصلا. بالظبط خلاص، ولازم في بلان A وبلان B. النهارده لو عملتش كذا هيبقى في كذا، اللاعب الفلاني في كذا هيبقى في كذا، تمام. فانا شايف ان لازم اتحاد الكوره يقعد ويتكلم ويدي ثقه للناس اللي موجوده، صحيح، والجدول الدوري يبقى مظبوط. خلي بالك انت برضو جدول، انت عندك لعيبه النادي الاهلي والزمالك والناس بيراميدز دلوقتي والمصري بيلعبوا افريقيا، يجي من افريقيا على كاس العالم انديه ويروحوا رايحين على مش عارف، في جهات برضو لازم في خطه معموله، لازم الدوري يستمر، لازم مفيش توقفات، لازم لو عندي معسكر منتخب ادي مساحه للراجل اللي موجود ده يختار ازاي ويلعب ماتشات وديه ازاي، يبقى يجمع اللعيبه مع بعض، يعني اللعيبه تشوف بعض كتير، صحيح، في المنتخب، صحيح. فكل ده هيساعد مع الاعلام، هيساعد مع الناس ما تستعجلش في انتقادات اي لاعب، ما تستعجلش في ان هي يبقى انتقاد هدام، لا نشوف، نبص لقدام. زي ما قلت لك، جبت لك مثال المغرب، الراجل الناس كلها كانت بتقطع فيه وبتخبط، ومش كل الناس، ناس معينه كانت بتخبط فيه ان هو عشان زياش، فالقصه كلها انك انت النهارده صمم على رايه ووصل كاس العالم، كاس العالم، صح، وغيره المدرب السنغالي بيتكلم دلوقتي ان هو وصل كاس العالم وخد بطوله افريقيا بقى له 6 سنين، صح. الكابتن حسن شحاته لما خد جيل كويس جدا كان بقى له 6 7 سنين، صح. لازم نعمل ده، لازم نقعد وقت كبير جدا وندي مساحه وندي فرص ونقف جنب الناس، خلاص انت ما فيش حاجه تبكي عليها دلوقتي، صحيح، صح، صح. فنبص بقى للقدام. كابتن الكبير كابتن امير عبد الحميد، انا بشكرك شكرا جزيلا كالعاده، يعني حبيبي يا كريم، ويعني انا سعيد ان انا معاك، وان شاء الله نتقابل على خير تاني. اشكرك باذن الله.